منهج التزوير في خطابات السياس والثقافة الشعبية. ما طالعنا وثيقة تنسب إلى السياس أفورقي منشئا كان أو مشرفا عليها إلا وكان تزوير الوقائع بما في ذلك الذي يعتبر بمثابة حقائق أبرز ركائزها، لدرجة أن هذا التزوير صار منهجا وثقافة ثابتة لا يخلو منه أي مستند رسمي ابتداء من خطابات الرئيس ومحاضراته شخصيا ونزولا إلى أصغر وحدة في الدولة. هذا التزوير تجاوز التاريخ البعيد ليتناول من الماضي أقرب فصوله ثم الحاضر أيضا، بل وحتى المستقبل لم يسلم من تزوير هذا المريض النفساني الفريد المستوفي لكل العقد السياسية والاجتماعية والعقدية. أولا، ملاحظات عامة على الخطاب. أول ما يلفت الانتباه في كلمة السياس لهذا العام أن كل ما تبقى من الجبهة الشعبية هو الشعار الفرملة النصر للجماهير. ملاحظة أخرى هي خلو كلمة هذا العام من العنتريات وركونها بشكل كبير إلى الشكوى واستشعار الخطر الذي جره إلى نظامه وبلده، والإقرار الصريح بعجزه عن الدفاع عن الاستقلال والسيادة إلا عبر الحضن الأجنبي، وأبحر كثيرا في التبرير لرحلة الهروب إلى المحاور ووضع البلاد أداة في خدمة الصراع المحتدم بين أقطاب التنافس الدولي في المنطقة. ومن الملاحظات العامة على خطاب هذا العام خلوه من المفردة المعهودة خلال 3 عقود، مفردة الويانه، على الرغم من حضورهم العملي في مفردات الحياة اليومية للنظام ولعموم الإريتريين وما يمثلونه الآن من شغل شاغل وخطر عاجل. ويلاحظ كذلك أن خطاب هذا العام هو خطاب طوارئ وأزمة وفقدان توازن وعدم ثقة في القدرة على مواجهة المعطيات بأسلوب الغطرسة المعهود. ومن الملاحظات، الخطاب حفل بمصطلحات مبهمة ومفردات متضاربة من قبيل استخدام الشعب والأمة والوطن للإشارة إلى شيء واحد رغم ما بينها من بون شاسع، ومثل تعبير نظام القيم الراسخ عندنا، إذ لا النظام معروف ولا رسوخه مؤكد، وكذلك المطالبة بالتوزيع العالمي العادل للثروة والدخل بينما هو في بلده وعبر 30 عاما لم يحقق من وجوه العدالة شيئا، لا في توزيع ثروة ولا في سلطة ولا حتى قانون يقر ذلك أخلاقيا. ومن الملاحظات، الدعوة إلى مكافحة التحديات بعزم وحكمة. إن صدق فهذا يمثل انقلابا على منهجه الدائم في رعاية الفوضى والتخريب والمؤامرات، وعليه فإن أمامه مهمة لإطفاء العديد من النيران التي أشعلها في المنطقة ووقف التخريب الذي ظل يمارسه. وأول ما يقتضي المعالجة بالحكمة هي أوضاع إريتريا الداخلية، كاستعادة ركائز الوحدة الوطنية وقبول الآخر واحترام حقوق الإنسان الإريتري وحق الإريتريين في الحياة الطبيعية في وطنهم وعودة اللاجئين وإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين ودولة القانون والمؤسسات. ثانيا، عبارات وجمل التزوير. التزوير في أول جملة قال في خطابه في 24/5/2022 بالحرف: أسمحوا لي أولا أن أعبر عن حر التهاني للشعب الإريتري في الداخل والخارج بالذكرى 31 للاستقلال. إن هذا التعبير هو أول مصطلح تزوير للحقيقة المعلومة إريتريا والموثقة عالميا وغير القابلة للتزوير. إن المسؤول ليس مجبرا على قول كل ما يعرف ولا يلام على ما اختزن مما يعرف، ولكن العيب كل العيب على المسؤول أن يكذب. هنا
في أول جملة في خطابه قدم أكبر كذبة حتى واحدة تزويرا كاملا شاملا للحدث الذي لا يزال ماثلا. ربما كانت هذه محاولة لتغبيش ذاكرة الأجيال من عمر 30 عاما أو ممن لم يتبينوا بعد الحدث جيدا، أو ربما كانت ضربة لتدشين عملية غسيل دماغ جديدة أراد أن يضيفها إلى الحلقات المهمة في تاريخنا الوطني التي زورها عبر إعلام الغرض والهتافيين السطحيين الذين لا يفقهون مدلول الألفاظ والكلمات التي يرددونها بدون وعي. طبعا في خطابات أسياس بغض النظر عمن كتبها فإنه لا مجال فيها لزلة قلم أو هفوة غير مقصودة، وبما أن كل الذي يرد فيه مقصود فقد أراد أن يزور هذا الحدث الكبير الذي عليه شهود كثر من غير الإريتريين. كيف يكون يوم 24/5/2022 هو الذكرى 31 للاستقلال؟ أليس هذا تزويرا للتاريخ؟ إن المفردات والمصطلحات لها دلالات خاصة، فكما أن للحرية دلالتها فكذلك للاستقلال دلالته، ولذلك درجنا في ثقافتنا السياسية النضالية على ربط المصطلحين معا الحرية والاستقلال تفاديا لإمكانية أن يتحقق أحدهما ويغيب أو يغيب الآخر. وهذا الترابط هو الذي فكفكته الجبهة الشعبية سياسيا بإلغاء شعار لا بديل للاستقلال التام الذي رفعته جبهة التحرير الإريترية وإبداله بمشروع تقرير المصير، وطبقت تفكيك هذا الترابط عمليا في 24 مايو 1991 عند تمام عملية التحرير وتعليق الاستقلال على نتيجة الاستفتاء، وسواء كان بالاتفاق السياسي الذي أبرمه أو بالإلزام السياسي الذي رضخ له، لا يهم أيهما كانت الحقيقة، إلا أن الذي تحقق على الأرض في 24 مايو 1991 هو التحرير، وتم تأجيل الاستقلال بالبيان الرسمي الصادر باسم الجبهة الشعبية إلى حين الاستفتاء الذي تقرر أن يكون بعد عامين من التحرير. والأمر لم يكن سرا، فقد شهد العالم عبر كيانه الممثل الأمم المتحدة على تأجيل الاستقلال أولا وربطه بالاستفتاء ثانيا، وكان حضورا في مراقبة الاستفتاء ثالثا، وأدلى سمير صنبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشهادته في ختام عملية الاستفتاء في 24/5/1993. ولا أحد يجادل في أن إعلان استقلال إريتريا كان في 24/5/1993 بناء على نتيجة هذا الاستفتاء، فكيف يكون 24/5/2022 هو الذكرى 31 للاستقلال؟ إذن بالوثائق ليس صحيحا أن يقال أن يوم 24/5/2022 يصادف الذكرى 31 للاستقلال، بل الصحيح أن يقال أنه يصادف الذكرى 29 للاستقلال والذكرى 31 للتحرير. لقد عملت الشعبية على التفريق بين التحرير والاستقلال سياسيا وقانونيا، وهذا الترتيب هو الذي أرادته الشعبية أو قبلت به، فلماذا يتم تزويره الآن؟ لا أظن أن في المسألة غباء في الرياضيات، ولكن يبدو أن وراء هذا التزوير أهدافا سياسية نشير منها إلى: أولا، أراد أن يتخلص من إرث الجبهة الشعبية الذي ألغت بموجبه الشعار المركزي للكفاح المسلح لا بديل للاستقلال التام لإريتريا، واستبدلته بتقرير المصير. وواضح من صريح عبارة البديل أنه يقبل الاستقلال ودونه. وثانيا، أراد عبر هذا التمرير الخاطئ للمعلومة أن يتخلص من العبء الثقيل والخطأ الفادح الذي ارتكبه بمفرده أو بموافقة قيادة الشعبية بوضع تضحيات الشعب الإريتري وقواه المناضلة عبر سلسلة الصراع الذي أعقب نهاية الحرب العالمية الثانية، مرورا بحركة التحرير ثم جبهة التحرير والجبهة
الشعبية وتضحياته بمئات آلاف الشهداء والجرحى والمعوقين وملايين اللاجئين والمشردين في مهب الريح سياسياً، ووضعها على قدم المساواة بصندوق الاستفتاء قانونا، وهي مساواة غير منطقية وغير سياسية وغير أخلاقية. ثالثا، أراد أن يوحي للأجيال أن الاستفتاء كان تحصيل حاصل، وهذا أيضا تزوير، فلو كان الأمر كذلك لتم إعلان الاستقلال مباشرة كنتيجة للتحرير عام 1991، ومن ثم يأتي الاستفتاء على قبوله أو رفضه، ولا حافظت الجبهة الشعبية بهذا بهكذا قرار على انحيازها السياسي والأخلاقي لأسس ومبادئ النضال الوطني الإرتري. رابعا، لقد اجتهدت الشعبية وإعلامها وسياسيها في تسويق موضوعة أن الذهاب للاستفتاء كان بهدف إضفاء شرعية قانونية دولية على الاستقلال، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يتم تجاهله الآن باحتساب سني الاستقلال قبله بعامين؟ أم يا ترى بدأ يتولد إحساس بأنه يمثل عيبا في حصيلة النضال الإرتري؟ وخامسها، أن الاستقلال لم يكن في غالب الأحوال طريقا لا خيار غيره في الاستقلال الذي ينتزع عنوة واقتدار كما هو الحال عندنا، فكل الشعوب والأمم التي انتزعت استقلالها عنوة من المستعمر لم يتطلب الأمر استفتاء لأن المسألة قد حسمت. سادسها، أن التعبير الشائع انفصلت إريتريا عن إثيوبيا تعبير مضلل، لأن العلاقة لم تكن في أي مرحلة من المراحل علاقة جزء من كل، ولم يكونا وحدة إقليمية وسياسية واحدة عدا العلاقة التي نشأت بينهما في عام 1950، وهي علاقة قانونية منشأها غير إريتري من ناحية، وكانت على نقيض اختيار الشعب الإريتري من ناحية أخرى، فإن أريد إبطالها أو إلغاؤها فذلك يتم من خلال ذات المنبر الذي أنشأها الجمعية العامة، وليس عبر الشعب الإريتري الذي لم تكن له يد في إنشائها. أما العلاقة منذ العام 1962 فكانت علاقة مستعمر بمستعمر، هي بالضبط من نمط العلاقة التي كانت قائمة بين إريتريا وإيطاليا وبريطانيا، ومن نمط علاقة الاحتلال التي كانت قائمة نتيجة التنافس الاستعماري كعلاقة بريطانيا وفرنسا وسائر دول الاستعمار الغربي بمستعمراتها في إفريقيا وآسيا ودول العالم الثالث، وكل تلك الدول نالت استقلالها من المستعمر دون المرور بالاستفتاء، ولم ينقص ذلك من قيمة استقلالها السياسي ولا من شرعيته القانونية، وكلها أعضاء في الأمم المتحدة. ومن محاولات التزوير أنه اتهم ما أسماها بالقوة المهيمنة بتدمير القاعدة الاقتصادية لإريتريا وبنيتها التحتية عبر إثارة النزعات والصراعات الحدودية التي لا أساس لها كما قال، ومتى أسس هو ونظامه قاعدة اقتصادية وبنية تحتية يتهم الآخرين بتدميرها. أما الأمر الأكثر مدعاة للحيرة أن يتهم الآخرين بإثارة النزعات والصراعات الحدودية بينما كان هو أول من حول هذه الخلافات إلى صراعات وصدامات عسكرية مع كل الدول المحادة، كلفت البلاد عشرات إن لم نقل مئات الآلاف من الضحايا، ثم يعود ويصفها الآن بعد كل تلك التضحيات والأضرار بأنها نزاعات لا أساس لها. هكذا وبكل بساطة. ومن صور التزوير أيضا أنه قال إن المسيرة الطويلة للنضال المسلح اتسمت بأعمال تخريب لا تعد ولا تحصى ومثيرة للانقسام من قبل قوى خارجية وداخلية من أجل غرس الانقسامات الداخلية. هكذا جريمة كبيرة بحق الشعب والوطن والمسيرة من غير فاعل معروف، طبعا هو لا يجهل أنه أول من شق الصف الوطني على أرضية طائفية بمنفس نحن وأهدافنا، وأيضا لا يجهل أنه الوحيد الذي استعان بالأجنبي
وورطهم في تعميق أزمة الخلافات الإريترية دفعنا ولا نزال بسببها ثمنا غاليا على مدى أكثر من 40 عام. ومن صور تزوير أنه قال: من أجل الحفاظ على استقلالنا وسيادتنا وحمايتهما يتعين علينا إجراء تقييم شامل لمساراتنا الماضية والحاضرة والمستقبلية. لا شك أن الاستقلال والسيادة الوطنية قد تضررا، ولا أحد مسؤول عن هذا إلا أسياس أفورقي الذي تصرف فيهما منذ العام 1991 على أنهما ملكية خاصة له. وعلى العموم ليس الكلام هو المهم في الأمر، وإنما الفعل والممارسة، مع ملاحظة أنه من المتصور أن يخضع الماضي والحاضر للتقييم باعتبار أن ما يخضع للتقييم في الأصل هو ما تم من عمل. لكن السؤال: كيف يمكن إخضاع المستقبل الذي لم يأتي بعد لعمليات تقييم؟ ومن صور التزوير قال: تحتاج الدول الأفريقية إلى تشكيل مؤسسات إقليمية وشبه إقليمية تتجاوز حماية استقلالها وسيادتها على قاعدة الضرورة وليس الاختيار كما قال. والواضح أن خطاب هذا العام هو خطاب طوارئ كما قلنا بكل مكوناته، ومن ضمن الطوارئ هذا المشروع الجديد للإقليم بالدرجة الأساس. ماذا تعني مؤسسات تتجاوز حماية استقلال الدول وسيادتها، ولمصلحة من تعمل إذن؟ إذ المعروف أن كل تعاون بين الدول هدفه الحفاظ على سيادة الدول ومصالحها. إن كان في هذا مؤشر فهو التقليل من قيمة وأهمية السيادة والاستقلال أمام التحالفات المأمولة، بل هو مؤشر واضح على استحداث وضع قانوني على مستوى الإقليم يضعف أو يقلل أو يغير من الوضع القانوني للدولة. ومن صور التزوير قال أن الاستقلال كان مشبعا بالسيادة القانونية. والسؤال: ما معنى السيادة القانونية؟ مفهوم معنى الحماية القانونية، ومفهوم معنى الاعتراف القانوني، ومفهوم معنى الحقوق القانونية. أما مفهوم السيادة القانونية فهو الاحتكام إلى قواعد وأحكام القانون في إدارة الدولة، أو الانصياع إلى قواعد القانون الدولي وسوابقه القضائية في فض ما ينشأ من منازعات بين الدول. فهل من هذا في مسيرة نظام أسياس أفورقي شيء؟ يبدو أن تعبير السيادة القانونية الغريبة هذا استدعته روح الطوارئ التي صيغ بها الخطاب. وكذلك فإن عبارة مشبعا أو مشبعا أقحمت إقحاما لا معنى له إلا في لغة الكيمياء. وإذا جاز لنا أن نبسط هذا المفهوم يمكننا القول أننا حصلنا على استقلال شبعان قانون تب، وإذا أردنا الزيادة نقول وكمان سكران قانون.